طيب نرجع بقى الأستاذة صفاء اللي كان والدتها كان أرض هبة كان ليها أرض هبة ورثها عن وأجرها، والراجل والدها خد الأرض بالظبط، والقصة دي. شوف إيه والعقد مع ابن عمها هو واضح طبعا إن في معلومات كتير قوي ناقصة من الموضوع ده، تمام. مدام صفاء مش عارفة ما عندهاش المعلومات كاملة، تمام، ولكن هي قالت إن الموضوع ده بقى له 25 سنة. أيوة. لو بقى لك 25 سنة وما خدتيش أي إجراء يبقى الراجل ده برضه حط إيده على الأرض كده واضح يعني. لكن لو كنت في اثناء ال 25 سنه خدت اجراءات تقطع ال 15 كملي بقى وارفعي عليه دعوه تسليم للارض دي وهتاخديها. لكن هي ما تقدرش تسترجع الارض دلوقتي بعد 25 سنه؟ ما لو ما كانتش خدت اي اجراء، احنا اتفقنا لو ما خدتش اي اجراء، لو ما خدتش اي اجراء خلاص هي هي ما احنا القانون بيعتبرها مالك مهمل قعد 15 سنه سايب حاجته وما بيسالش فيها. تخيلي انت حضرتك بقالك 25 سنه حته ارض محدش ما بتساليش فيها. القانون يعتبرك مالك مهم بقالك 25 سنة، تمام. إلا لو في النص بقى بعد 5 سنين خدت إجراء نبدأ نعد 15 سنة من جديد. لو في إجراءات قطعت ال 15 نقدر نرفع وناخد دعوة تسليم ونستلم الأرض وكله، تمام.